سلطة الخس مع الخيار الجزر بالتتبيلة الإيطالية. للسلطة بدنا طبعا أوراق خس اللي بدكم إياه، خيار، وبدنا كمان جزر. التتبيلة بدنا المايونيز، وبدنا كمان الخل وعصير الليمون، زيت الزيتون والخردل، ثوم مفروم، أعشاب مجففة مشكلة، شوية ملح وشوية من الفلفل. ممتاز. هذه هي طبعا الأطباق. أول شيء بس قبل ما أبدأ في تحضير السلطة بدي أعلمكم كيف بدنا نسوي الخيار والجزر بهالشكل. شايفين؟ هذا هو الخيار والجزر. كيف بدنا نعمله بهالشكل؟ هذا طولة بال شف هذول، يعني يعني انت عامل لك صحن اللي بده 5 دقائق. ببساطة بنجيب قشارة، طلع هون، و بنعمله بهالشكل. ماشي. كمان الجزر بنفس الفكرة. هذا هو طبعا هي سهلة والله. نعمله رول بهالشكل و توثبكس، وبنحطه داخل المي مثلجة بجمد 10 دقائق بضل هو بهالشكل، فبيطلع عندي والله بهالشكل. يا شيف هذا هو. فكرتها اصعب من لا لا لا، كثير بسيطة. اوكي، الفكرة. هذا بالنسبة للخيار والجزر كيف بدكم تعملوا يا حبايبنا. بتجنن الفكرة. الان انا اليوم مستخدم انواع كثير من الخس، بستخدم اليوم لاروسو، وبستخدم البيبي درجير. فمنضيف من الخس الخس تبعنا. كمان فيش مانع، هذا ملوخية ناعمة وملوخية خشنة يا عبد الله هاي، لأنه يا أخوي عبد الله أنت بالنسبة لك أي شيء بدك تسميه سميه. بعدين هذا مش خس عادي، هذا لولو روسو، يعني مش اسمه خس. ما انا عارفه، ما انا هذا موجود جرجير. موجود عندك بالحاره بالدكانه موجود معلمنا. اقول لهم بدي لولو. خس اللولو، انت بتقول له خس اللولو. خس اللولو، خلصنا. تخيل تخيل، اوعى تسويها بالحاره، اوعى اوعك اوعك اوعك. شوفوا هذا بلش عندي طبعا، بده 6-7 دقائق بس. هذا ما بعرف شوفوا كيف شيف بتاكلوا مع بعض يعني. طبعا احنا مين بس، احنا هسه بدنا نضيف عليه البازيلا، بدنا نضيف عليه كمان جبنه البيرميزان، لكن مش الان. حلو. مش الان، خلوه حلو. طيب. ريحه بالشهي طبعا. نعم. والان بدي اعمل لكم الدريسنج. الدريسنج نبدا باضافه المايونيز داخل مرتبان، ومن زيت الزيتون، من عصير الليمون، من الخل والخردل. مش بقولوا الخل اخو الخردل؟ الخل اخو الخردل. ليش بحكوا هيك شيف؟ شو بعرفني؟ شو قصة هاي؟ هي عندي هون الثوم، عندي اعشاب، واخيرا وليس اخرا الملح والفلفل الاسود، وبعديها بنغطي بنبلش نخض حتى او نخلط حتى يصير في عندي دريسنج كثير مرتب، ونضيفه على هالسلطه. حلو. بنضيف الدريسنج الايطالي اللي عملناه على السلطه حبايبنا. شايفين هاي الدريسنج تبعنا كله نزل على السلطه. الان بجيب اللي عملته انا. اوه فكره حلوه كثير شيف، من هالسلطه. سلطه غريبه نحن هيك عم نعمل. مش غريبه لكنها حلوه. هاي البصل وهاي سلطه ايطاليه بدريسنج ايطالي. ان شاء الله تنال اعجابكم يا رب.